الإبهام والهام. بفاس انطلقت فعالية الدورة الرابعة للأيام الوطنية للسوسيولوجيا حول موضوع التنظيمات في العلوم الاجتماعية بمبادرة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز، وبتعاون مع الشبكة الوطنية للسوسيولوجيا ومختبرات علم الاجتماع وعلم النفس والدراسات الثقافية والسوسيولوجية. الموضوع اللي اختاروه السوسيولوجيين المغاربة هذا اليوم هو التنظيمات في ظل جائحة كورونا، وكان عارفوا بأن أي تنظيم كان هو رجال ونساء، وإذن هو مجتمع مصغر لابد أن سيتحول العمل ديال هاد التنظيمات نظرا لما يعني لهذه الجائحة اللي كان عيشها اليوم. هذه الأيام الدراسية تهدف إلى تسليط الضوء على البعد الاجتماعي للتنظيمات وعلاقتها بالتحولات الاجتماعية الجديدة والرهانات المعرفية لما بعد كوفيد-19. الهدف منها في حقيقة الأمر هو محاولة فهم ميكانيزمات هذه التنظيمات، سواء المقاولة أو التعاونية أو التنظيمات الصحية. إذن هذا تتويج للعلوم الاجتماعية. الهدف من هذه التظاهرة العلمية هو دراسة التحولات الاجتماعية خاصة بعد جائحة كوفيد-19، مع العلم أن التنظيمات تضررت بشكل كبير جراء هذه الجائحة. وتتمحور أنشطة هذه الدورة حول عدة جلسات وكذا ورشات تفاعلية لتقاسم التجارب الميدانية والبحوث الراهنة في مجال سوسيولوجيا التنظيمات.